نعلن في هذه اللحظة أن مجمع الشفاء الطبي خرج إلى الأبد عن العمل. Sifra was 30% of the capacity of the health system in Gaza. And so the destruction of Shifa, the wanton destruction of Shifa, is a critical component of Israel's plan to genocidally make sure that Gaza becomes an uninhabitable place even after a ceasefire happened. هذا أطار الجثة لتتبع الدم فيها الدماء. بدي أشوف بدي ألعب له معدام وأخذها معايا بدي أخليه هنا. بدي أشوفه. للأسف الشديد تتحدث عن عملية قتل متعمد وعملية إخفاء قسري للجثث. ولا أكل ولا شرب، ولما طلبنا منهم المية صاروا يهددوا فينا إنه راح نطخكم. وتظهر في الصور نصف جثة لفلسطيني مصاب، حيث تظهر جبيرة في إحدى ساقيه وقد تعرض لدهس إحدى الدبابات بعدما حاول النجاة زحفا. وقفنا صاروا يطحوا، كلنا انبطحنا، بعدين صاروا يتسلوا علينا واحد واحد بالقناص، طقطقوهم كلهم. شيفا hospital or terrorist hub. Obviously, it's an incredibly difficult situation. There shouldn't be terrorists in a hospital at all. Hamas shouldn't be in a hospital at all. Yeah,